طيب خلونا بقى نعرف يعني المزيد من التفاصيل ونروح على الهاتف للدكتور عادل كريم اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي، ونعمل قراءه سريعه كده في مساله القرعه وعواقب هذه القرعه. يا فندم صباح الفل عليك يا استاذ عادل، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا مريم، الحمد لله كله تمام. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. قول لي بقى كيف رايت القرعه، ويعني زي ما بيتقال كده بالورقه والقلم، المتوقع ان شاء الله ان يكون في لقاء يجمع ما بين النادي الاهلي وسان داونز في نصف النهائي، ولا حضرتك رؤيتك ايه؟ طيب اولا بس مريم منوره الاستوديو طبعا، ويعني بجد سعيد بك ان شاء الله دايما كده، فبالتوفيق لتوفيق يا رب. ميرسي جدا يا دكتور عادل، طبعا بتشرف دايما برايك اكيد. شكرا جزيلا يا مريم. اكيد لا، القرعه طبعا امبارح كانت افريقيا كلها مستنياها، لان بطوله جديده، بطوله مهمه، بتجمع زي ما انت قلت يا كريم بين اقوى 8 فرق في القاره. نظام البطوله المره دي يمكن عشان اول نسخه معموله تجريبيه، فمعمول ان هو نظام ذهاب واياب، لكن منتظر بعد كده ان هي تبقى عامله زي دوري الابطال او بشكل اكبر كمان، تجمع اقوى 24 فريق في القاره من اول الموسم اللي جاي، لكن هم عايزين يشوفوا الاول البطوله السنه دي. القرعه امبارح كان فيها حضور كبير من الاتحاد الافريقي، كان فيها حضور من الاتحاد الدولي، من الشركه الايطاليه اللي هي منظمه لكل الامور التنظيميه للبطوله، كان موجود اساموا جيان طبعا اسطوره الكوره في افريقيا وبغانا. وزي ما شفنا نتيجه القرعه ان الاهلي هيبدا المشوار قدام حسين التنزاني، ودي يمكن كانت حاجه ظريفه لاكثر من سبب، ان هو زي ما انت قلت كريم برضو ان الاهلي يلعب ماتش الاياب على ارضه، وزي ما مريم قالت ان هيلعب كل الادوار ان شاء الله لو قدر يكمل على ارضه. والحاجه الثانيه ان مباراه الافتتاح معمول لها احتفاليه كبيره في دار السلامه، وكان تم اختيار سيمبا ان هو يكون مضيف المباراه الاولى قبل حتى القرعه من غير قرعه، عشان دي معمول لها احتفاليه كبيره في دار السلام في تنزانيا، لان هي اول مباراه في البطوله الجديده للاف ال او الافريكان فوتبول ليج، زي ما الاسم تم تغييره يعني من دوري السوبر لدوري كره القدم الافريقي. فان الاهلي يكون موجود في الافتتاح وبالاحتفاليه دي حاجه مهمه، واعتقد حتى المنظمين كانوا سعداء بده، لان هم طبعا الاهلي هو اكبر فريق في القاره واكثر فريق واخد بطولات في القاره. فمن كل النواحي القرعه جت حاجه لطيفه يعني للنادي الاهلي، من ناحيه تنظيميه، من ناحيه كرويه كمان. نتمنى ان شاء الله انها تبقى بدايه خير يعني، وتبقى بطوله جديده تدخل خزانه النادي الاهلي يا رب. طيب دكتور عادل، عايز اسالك على يمكن شق مهم جدا في البطوله، وهي فكره ايقاف بيترو اتلتيكو قاريا، هل ممكن ده فعلا يحصل يعني يمكن على اثر الايقاف المحلي من الاتحاد الانجولي؟ هو يمكن امبارح اتقال في مع القرعه ان مشاركه بيترو اتلتيكو تعتمد على التحقيق اللي هيتم، لان هو لم يتم اختيار الاتحاد الافريقي رسميا لغايه دلوقتي، هو صدر قرار من الاتحاد الانجولي نتيجه مخالفات داخليه يعني، فلم يتم اختيار الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي هيطلب تحقيق في الموضوع، وبناء على نتيجه التحقيق هيتم اتخاذ قرار نهائي باما باستمرار بيترو اتلتيكو في البطوله، يا اما باختيار فريق بديل. واعتقد في الحاله دي هيكون من نفس الزون يعني، من نفس المنطقه، لان هو لوائح البطوله بتقول ان هو ما يشاركش اكتر من ثلاث فرق من زون واحد، او ان كل الزونز تبقى ممثله، عشان برضه الناس تبقى عارفه الزونز بتاعت افريقيا هي الشمال والغرب والشرق والوسط والجنوب. فكان مهم ان كل الزونز تكون ممثله، واللائحه الثانيه ان ما يبقاش في اكتر من ثلاث فرق من زون واحد، وما يبقاش في اكتر، ما يبقاش في غير فريق واحد من كل دوله، يعني ما يبقاش في فريقين من دوله واحده. فعشان كده اعتقد لو تم استبعاد بيترو اتلتيكو هيكون البديل من نفس الزون، من نفس الزون الجنوب ده. طيب ومن ثم يعني توقعات حضرتك فيما يتعلق بمساله مين المرشح فعلا الاقوى، في ضوء طبعا المستويات اللي حضرتك عارفها لكل الفرق المشاركه في هذه البطوله، في رايك مين المرشح انه يحصد لقب اول دوري للسوبر الافريقي؟ اكيد الرباعي اللي هو المستوى الاول، اللي كانوا موجودين مع بعض المستوى الاول، هم ترشيحهم اعلى شويه، اللي هم اكيد الاهلي والوداد والترجي وصن داونز، دول اكيد ليهم فرص اكبر. واعتقد لو عدوا زي ما هو متوقع الدور ربع النهائي، هيبقى عندنا مواجهات قويه جدا في نص النهائي، وطبعا اكيد الدور النهائي يعني. لكن يعني حتى امبارح كل اللي موجودين في القرعه كان رايهم ان الاهلي هو المرشح الابرز، شايفين ان الاهلي وصل اخر اربع نهائيات لدوري الابطال وكسب منهم ثلاثه، الاهلي في اخر سبع سنين وصل ستة نهائي في دوري الابطال، وده رقم يعني اعجازي بالنسبه للناس كلها، فكله شايف ان الاهلي هو الاكثر ترشيحا. حتى اساموا جيان اللي كان طبعا هو سفير القرعه امبارح، وطبعا اساموا جيان هو هداف التاريخي لمنتخب غانا والهداف التاريخي الافريقي في كاس العالم، لما اتسال بعد القرعه يعني هو بيرشح مين، وقال انا شايف ان الاهلي هو ابرز المرشحين. فاعتقد لا يعني فعلا المنطق بيقول ان الاهلي هو اقرب المرشحين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني دايما الاهلي يا دكتور عادل كده بيبقى في اول نسخه من اول حاجه، الحقيقه بنبقى حاطين عليه توقعات كتير. حقيقه بنشكرك جدا طبعا دكتور عادل.